مشاهدينا الكرام، وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول نتائج اجتماعات رئيس الوزراء بعدد من قادة الدول على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تنضم إلينا موفدتنا إلى نيويورك الزميلة هيفاء الحسيني. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك حسن، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة الرشيد. حسن، شارك الدكتور حيدر العبادي في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في نيويورك بحضور دولي واسع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدورة 70 في الأمم المتحدة. وتحدث العبادي وحذر من خطر داعش الإرهابي الذي لا يعرف الحدود والذي أصبح يشكل تهديدا عالميا. أيضا حسن، طالب الدكتور حيدر العبادي دعم العراق في معركته لأنه يحارب نيابة عن العالم، خصوصا وأن ثقل داعش الإرهابي يتمركز في العراق، وإذا ما تمكن العراق من القضاء على هذا الخطر فإنه سيحد من خطره عالميا. هذا ما تحدث به في هذا المؤتمر. وأيضا حسن، طالب الدكتور حيدر العبادي المجتمع الدولي بمنع الإرهابيين من تحويل الأموال واستغلال منافع النفط ومنابع النفط، وطالب الدكتور حيدر العبادي الرئيس الأمريكي بمزيد من الدعم وزيادة الطلعات الجوية للتحالف الدولي وتنفيذ عقود التسليح التي ما زال القسم الأكبر منها لم ينفذ. طيب هيفاء، تحدث الدكتور حيدر العبادي هيفاء إن كنت تسمعينني، الإرهاب الذي يتطلب قال جهودا كبيرة على المستوى الدولي. حسن، إذا نتحدث عن زيارة الدكتور حيدر العبادي إلى واشنطن، إلى نيويورك بالتحديد، وإلى اجتماع الجمعية العمومية، كانت هناك لقاءات مكثفة بين الرئيس المصري والدكتور حيدر العبادي في اجتماع مغلق، أكدوا على ضرورة التعاون، وأيضا أكد الرئيس المصري السيسي على دعمه لوحدة العراق ومحاربة الإرهاب. كما التقى الدكتور حيدر العبادي الرئيس الروسي بوتين وبحث معه ملف التسليح والعلاقات الثنائية والحرب على داعش وتسليح روسيا للعراق. أيضا التقى العبادي بالأمين العام للجامعة العربية، وأيضا التقى مع نظيره التركي الهولندي الكويتي اللبناني، وبحث معهم أيضا العلاقات الثنائية ودعم العراق ضد داعش والتنظيمات الإرهابية. أيضا بحث العبادي مع حلف الناتو بناء القدرات الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي. لكن دعني حسن أتحدث لك هنا ماذا تحدث به الإعلام الأمريكي والصحف الأمريكية وأيضا السياسيين المختصين بالشأن العراقي. نعم، مفادتنا من قناة الرشيد الفضائية إلى نيويورك هيفاء الحسيني، شكرا جزيلا لك.